رمضان، موجة رمضان على راديو ميد. فل تشكرات، توصلنا للتسعة وتسعة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا في ساعتنا الثالثة من موجة رمضان. مرحبا بالناس الكل اللي التحقوا بنا في الاستماع، نقولوا صباح النور وصباح الفل والياسمين للناس اللي قامت توا من نومها. إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله ربي يعاون الناس اللي قامت بالصباح وقصدت ربي مشيت لخدمتها، نقولوا الله المستعان. إن شاء الله ربي يعاونكم، ردوا بالكم على رواحكم، ما تنساوش الكمامات تفقدوهم قبل ما تخرجوا. بطبيعة الجيل هذاك اللي في الساك لازم مسافة الأمان المترو هذيك تخليها ما بينات بعضكم وسيسر واحكم. إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي شادين أثنية الكل. كالعادة في موجة رمضان نمشي ونعملوها الدورة، شنو حكاية التوانسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشنية أهم المواضيع اللي شغلت التوانسة ما بين أمس واليوم في تبع الجرة. تبع الجرة نبدأ وتبع جرة بدراسة تم نشرها أمس من قبل الأستاذ في علم النفس المعرفي جامعة تونس سيسليم المصمودي. حكى فيها الدراسة هذه، عمل دراسة على مجموعة عينة تتكون من 1500 مشارك في استبيان. الدراسة أكدت أنه النساء في تونس هن أكثر حرصا على التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة، والأكثر انخراطا في المجهود الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، خاصة فيما يتعلق بكل الإجراءات التابعة للحجر الصحي الشامل اللي قررته الحكومة. الدراسة هذه كيف كيف قالت أنه الفئة العمرية اللي ما بين 35 و 45 سنة، وهذه هو ربما المفاجأة في العمر، من بين 35 و 45 سنة هما الأكثر وعيا بخطورة الفيروس، وهو هما الفئات اللي كانوا ممتثلين أكثر لإجراءات الحجر الصحي وإجراءات الوقاية والسلامة. الأستاذ علم النفس المعرفي الأستاذ المصمود يقول أنه الدراسة اللي تحلل نتائجها بالتعاون مع الأستاذة ذي في المناهج الكمية بالجامعة التونسية، مجموعة أخرى من الأساتذة ساهموا معاه كما أستاذ حسين طالب، ترمي إلى الوقوف على موقف التونسي من الفيروس وشدة العدوى ومدى وعيه بخطورة الوباء هذايا، ومدى احترامه للسلوكيات الوقائية المتمثلة خاصة في تنظيف اليدين، عدم لمس الناس الأخرين اللي معاك، المحافظة على مسافة التباعد الجسدي المترو هذيك. كما كيف كيف تبين شنو ولا إلا علاش التوانسة احترموا الإجراءات الصحية، كسوا يا إما بالخوف وإلا معناها غش، وإلا بسبب الفرح، وإلا التقزز، وإلا الحزن، وإلا الازدراء، ومشي الأكثر اللي هي حالة وعي كانت عند التوانسة هو اللي خليهم يحترموا الإجراءات الحجر الصحي. ولهنا كي نحكيوا على النساء هما الأكثر التزاما، ذي ما هيش غريب. أنا واحد يشوف حتى من عائلته تقريبا في كل دار تدخلها تلقى النساء هما اللي من باب تعرضك دوشلك بالجافيل ولا بالمعقمات، وإلا خلي صباتك البر ولا نظف تحرص أكثر، خاصة اللي عندها صغار. اللي عندها صغار ويبدأ الراجل يدخل ويخرج على الدار ديما من الباب تعرض وتقوم كل الإجراءات في أي دار. أي أنا رأى زي حتى الفئة العمرية مع تلوجيك برشا 45 خاطر الاتجاه هما الكلهم معرسين، تلقاهم مثلا فئة كبيرة برشا معناتها معرسين، وتلقى عندهم صغار، تلقى عندهم أكل روح المسؤولية مش كيما الاستهتار متاع يمكن متاع فئات أخرى. فهمت؟ أنا توقعت الفئة العمرية الأكبر من الأكبر يمكن فما تلقاها راسه صحيح شوي ما يستعرفش بالإجراءات. تقول أنت مازال ما اقتنعش، مش مقتنع، يقول لك انا ليه مش متفهم كل شيء بيد ربي. ذوكم العمر بيد الكبيره. معناتها تلقاهم شويه كتقارس صحيح، يحب يمشي كلمته، ما يحبش يسمع الكلام. ولقيناهم زاد حتى من الاول في الحجر الصحي، لقينا معناتها حتى كي نطلب من المختصين يقول لك الفئه هذيك معها شويه مشاكل، يحب يخرج، يحب يشوف السوق، يحب يشوف العباد. فهمت كيفاش؟ اما الفئه العمريه لوجيك معناتها انها تكون ولا مراه بيان سور. الفئه العمريه للمعرسين نتصور اقرب للمعرسين، عندهم صغار ومسؤوليه خافوا عليهم. اي جوستوم فوالا، هي من انطلاق المسؤوليه والخوف على العائله، مش خوف على انفسهم. نتصور هكا معناتها الانسان معناتها في وقت اللي يبدا عنده مسؤوليه بطبيعه بشو اللي يخاف على على الاخر اكثر من روحه ديجا. بيان سور. اما الفئه نتاع انت من النساء هذوما سحروره من انا حتى من معناها باش نبدا واضحين حتى من رمان
كي يخرج يعمل دورة معناها كان رامون اللي هو الكلب نتاعي يعني. كيف لا بالحق خاطر مثلا هو مشي على القاعة طول دونك الكلاب الجاتسي يتربيو في الدار. انا كي سالت الفيتيرينير قلت له معناها نحكي معها قلت لها يعديو معناها يجمو ينقلو قالت لي ليه ذاك الكل قالت لي الحل معناها الحاجة الوحيدة اللي يجم الحيوان نتاعك يجيب لك بها العدوى للدار هي انه يعفس في بلاصة ينقل منها الفيروس ويدخل لك بها للدار. دونك عاملة فشفشة انا اللي هو معناها لا لا من بعد ما يخرج يعمل الدورة متاعه متاع كل يوم هذيك كي يجي رجع للدار نفشفش له في ساقيه نمسحهم له بالكدين عقمهم له ونخلو ندخله للدار. معناه انت حكيت على الكلب فما بالك توا فما بالك العباد ليه نلعب الساعة هذيك نو ني با كيستيون الحوايج اقسم بالله كل يوم اللي نخرجوا بهم طول الماشينة لافيو في تمبيراتور قوية سخانة سخانة معناها نحط الماس معناها نحط تمبيراتور عالية في الماشينة لافي طول يتخسلوا نوني با كيستيون باش قطعت اليوم تدخل للدار وتعاود تلبسه مش مغسوله مستحيل. وراو ريت التوسيع البال هذايا ما تلقاه كان عند المراه عند النساء ابار الدبش واللبسه حاجات تدخل القضيه للدار انت كل شيء يتحط تحت الحاجات تغسل لازمها كلها تتحط تحت السباله في الماء مع الخل مع قطيره جافيل مع ماء سخون حتى المراه معناتها تلقى الكلاس كامل معبي بالدبش معناتها كل يوم تنجم تبدل ساعات يقول لك الرجال هما اللي سمعتهم زاد برشا يقول لك احنا عندنا قطعتين ثلاثه معناتها لازم هو مش لازم تغسلهم لازم تنشرهم. انا نحكي على روحي راه نحكي اون جينيرال ديما المراه انتم عندكم برشا دبش معناتها كلاس كامل واحنا عندنا كواس غير في شويه شنو سامحني ما يوصلش عندك مثلا كل ثلاثة ايام تبديل جديد معناها نحكي لك على كل خرجه ودخله معناتها شنو في النهار معناها اللي نخرج ندخل مره برك خاطر معناها سوفي دخلت مع مثلا كان مازلت عندي قضيه ما ندخلش للدار ونعاود نخرج ولا تنشر مش لازم تغسل تنشر فيك تبدا شميسه تبدا فما شميسه مثلا راهو لي بلوزون في البريود الاخرانيه اللي كانوا فيها الكباب مش كل يوم نخسر من الكباب اما نخليهم نهارين ثلاثه ايام تقدم نعاود الا ما تقلعوا بالشمس. حتى القضيه نتذكر وقت لي ساشي مثلا انت باش تدخل قضية لازمك تعقمها انا قلت لك راهو ريت كل شيء عندها مشوار لازمها تتمسح الباكو من فوق اي حاجه تدخل لازمها تتمسح بالماء والجافيل وساعه البال هذه ما تنجم تلقاها كان عند نساء زايد معناها انا حتى انا وصلت معناها وصلت لدرجه انه الخبز كي يجيني من الكوشه نعاود نحطه في هو التو مازالوا التوانسه انا من التو نعاود نحط الخبز في الفور الا ما نحطه في سخانه تقلي باش نعاود نجبده وناكله هو هذاك اصح ما يضرش معناها باقي زيرو ريسك تاكل ومطمئن وما على الاقل كل شيء مات اما موليت مضيعه برشا وقت من حياتي اما وصلنا لمرحله نضيعوا وقت خير من اللي نمشيو للخبر الموالي زاد كيف كيف هو يجينا من الابداعات اللي قاعدين يقوموا بها مجموعه من المكتشفين والباحثين فيما يتعلق بالاختراعات اللي صارت من نهار اللي بدا فيروس الكورونا كل يوم نسمعوا في حكايات جديده اختراعات جديده تبارك الله اللهم صل على النبي طلعت عنا برشا كفاءات غير تونس الغالب والدولة متاعنا مش عطيتهم القيمة متاعهم إن شاء الله بعد الفيروس هذايا كل شيء يتبدل. نحكيه على روبو جديد روبو اسمه سماوه زوروني روبو هذايا باش يولي يخدم في مستشفى عبد الرحمن مامي في للأمراض الصدرية بأريانا هو المستشفى هذايا اللي تم تخصيصه لاستقبال المصابين بفيروس الكورونا. الروبو هذايا باش يقوم بتنسيق المواعيد بين المرضى باش خاطر برشا عباد معناها من المصابين وموجودين في المستشفى هذايا يقعدوا معناها قعدوا شهور وهما يتلقاو في العلاج وما قبلوش عائلاتهم زيارات ممنوعه المباشره نحكيوا لهنا زيارات المباشره ممنوعه المحافظة على صحة المرضى هذوما وأهليهم لكن اليوم الزيارة الافتراضية ما هيش ممنوعة ولات ممكنة أنك نجم تشوف المريض اللي تابعك من عائلتك وأنت قاعد في الدار. لهنا نحكيه على حجز مواعيد متاع زيارة الافتراضية عن طريق تحديد المدة الزمنية المطلوبة قداش تحب الزيارة هذية من خلال الروبو هذي هو اللي ينظم كل شيء وتحديد بعض المعطيات والبيانات كما مثلا الشخص هذاك المصاب في أنا غرفة موجودة
باش من بعد في التوقيت المحدد الروبو يمشي له ديريكت ويا فوالا ويا ويا ويحل الرابط كيف كيف ياخذ الرابط نتاع العائله نتاع المريض كما قلنا التوقيت الزمني نتاع الزياره وقداش المده نتاعها والمده نتاع الزياره يحددها الطبيب انت والوضعيه نتاع المريض قداش معناها مريض برشا ولا شويه قداش نجم يقعد يحكي مع عائلته دونك هذا الكل يتنظم وتصير الزياره اليوميه اما طريقه افتراضيه تبدا العائله في الدار والمريض في السبيطار. الروبو هذايا هو كما تم تعريفه عباره على نظام نتاع تواصل عبر الفيديو المتنقل بواسطه الروبوت يسمح برؤيه والتخاطب في وقت اني ومباشر مع محاوره بطريقه تفاعليه. الروبو هو زاد كيف كيف مستقل تماما وحده معناها قاعد يخدم ويدير يدور ما بين الشنابر يحدد الخدمة اللي يتمكنوا من التنقل ويقوم حتى يحسب المسافة ما بين كل غرفة وغرفة والمسار وين باش يمشي والدور على اليمين وعلى اليسار دونك وحده وحده ما فهمش حتى شكون يسيروا. الروبوت هذايا تم استخدامه كما يقولوا توا على باش ينجم يحافظ شوية على الروابط الاجتماعية بين المرضى وأقاربهم ويسرع في وتيرة الشفاء. ونعرفوا راهو انه كي تشوف عائلتك وتبدا تطمن عليهم ونفسيتك تبدا مرتاحه ماكش هي عندها تقريبا اكثر من 50% تساهم في حالات الشفاء وفي تسريع حالات الشفاء لانه جانب كبير للمصابين بالكورونا جانب كبير من العلاج هو علاج نفسي يساعدهم برشا على انهم يكونوا على الاقل نفسيتهم مرتاحه باش ينجموا يتفاعلوا مع الدواء اذا كان ثم دواء ولا يتفاعلوا مع المرض هذا. ونعرفوا توا برشا عائلات ولا اباء ولا امهات تلقاهم متخلقين شويه على صغيراتهم كان عندهم صغيرات على لزوجها لولدها لخوها لي دونك هذايا باش ينقص برشا كل ستريس والقلق على المصابين نتاعهم ان شاء الله ربي يشفيهم ويرجعهم عائلاتهم سلامات. نمشيو الى كيف كيف نسبه جديده نتاع اصابات بفيروس كورونا. المره هذه نحكيو على الاصابات في صفوف الاطارات الطبيه وشبه الطبيه. البارح المديره العامه للمرصد الوطني للامراض الجديده والمستجده دكتوره نصاف بن عليا قالت انه حالات الاصابه في صفوف الاطارات الطبيه وشبه الطبيه وصلت ل 14% من اجمالي 1022 حاله مؤكده في تونس بتسجيل 143 اصابه موزعه بين 10 حالات عدوى مستورده و 133 حاله محليه. اكدت انه الاصابات في صفوف اعوان الصحه تعتبر مرتفعه في مختلف دول العالم لأنها في الصفوف الأولى لمحاربة هذا الوباء. تقول أن الإصابات المحلية 133 منها في صفوف أعوان الصحة وصارت أغلبها خارج المؤسسات الاستشفائية في محيط أعوان الصحة ومخالطيهم معناها من عائلاتهم وأقربهم الناس اللي تعيش معهم يوميا. الرقم هذايا قالت اللي هو كبير مقارنة ببقية دول العالم راهو نحكيه لهنا 14% في تونس معناها احنا خطر ما عناش برشا إصابات وما عناش برشا حالات وفاة ولكن في المقابل عدد المصابين بالفيروس هذايا من الإطار الطبي والشبه الطبي مقارنة بالعدد الكامل متاع الإصابات برشا وهذايا أنا نشوفه خطير ونشوفه فيه معناها أنه احنا التجهيزات اللي عند الإطار الطبي والشبه الطبي والسيركوي كوفيد اللي عملناه باش يمنع الإطار الطبي والشبه الطبي من الإصابة ويربحنا الوقت ما هوش قاعد يعطي في نتائج الإيجابية. معناها الممرض والطبيب قاعد يتعدى كيفاش؟ هل هو بسبب نقص التجهيزات؟ يمكن ونسبة كبيرة لأنه برشا أقسام في المستشفيات ناقصين تجهيزات. أنا كتشوف أنت تو كتشوف إطار طبي وشبه طبي في تونس لابسين الكمامة تلقاها مثلا البوني هذيك الكومبينيزون. أنا شفت مثلا كتشوف أنت في الصين كيفاش كانوا مرة معدين تقرير كيفاش اللبسة متاع المصابين ما تشوف كان هيني وثلاثة أربعة كمامات ساعات راهو تلقاها ساعات كمامة صغيرة يلصقها بالكدي بعد الكمامة الخشينة بعد يزيد حاجة أخرى هكا فوق الفم بالكدي مع اللونات هذيك فوق عينيه
مع البني ساعات البني تبدا زوز والا ثلاثه حتى الوذنين يتغطاو والكومبينيزون تتغطى الرقبه بكلها مع الراس نتاع الكومبينيزون زاد كيف كيف يحطوا فوق الـ فوق الـ فوق الـ فوق راسه معناها ما عادش يظهر حتى شيء. ولهنا في اليدين ما بين الكواندويت وما بين الكومبينيزون تلقاه يشدوا بسكوتش ويسكروا بالكدا بالكدا ما بين يديه وما بين ساقيه باش ما عادش ينجم باش ما يدخل حتى شيء. انا هذا ما شفتوش برشا في الـ في الـ في الاقسام نتاعنا. ما نعرفش اقسام الكوفيد الموجودين في مستشفى مثلا عبد الرحمن مامي هكا قاعدين يخدموا سبيشالمون هذوك موجودين اي اما اما انت مثلا لي. في اقسام الكوفيد الموجودين في كل السبيطارات بخاصيه هذيك لازم يكون تونيكيك خطاش عليه انت كي باش يجي مريض ولا مش مريض لازمك تحسب على اساس انه مريض واللبسه تكون هكاكا. دونك هذا ربما يكون سبب في ارتفاع الحالات نتاع الاصابه للاطار الطبي شبه الطبي ويولي هو ما يعرفش على روحه اللي هو مصاب وما يعرفش المريض هذاك مصاب يروح لعائلته ويعدو صغاره ومرته ولا راجلها والاقارب نتاعو ولهنا ترتفع حالات الاصابه في الموضوع هذا. يمكن خاطر زاد مع الفيروس هذا ورانا اللي عندنا اطارات طبيه شبه طبيه معناتها في كفاءه عاليه برشا لكن في المقابل ما عندناش امكانيات في المستشفيات نقص كبير ورينا معناتها كيفاش فما مساعدات ورينا كيفاش امكانيات رينا تصاور ورينا فيديو ورينا مجتمع مدني ورينا دوله كيفاش انها معناتها كلها تتساعد وتتعاون باش تلقى اعانات كما قلت انت راهو هي المشكله الكل بتبيع وهي المشكله الكل في الحمايه نتاعهم في حمايه الاطباء والاطارات الطبيه هذا هو ونقول لك ديما يتشكاو ديما ما ثماش عندهم الحق لانه قد ما تكون تقول لهم حتى تقول لهم عندكم اليوم مليون كمامه باخي قول لك ناقص راهو ناقصين على خاطر ماهيش كمامه واحد تنجم تستعمل حتى ثلاثه اربع كمامات في فرد في في في, في, في سويعات باش نجم معناها وقت الكمامه زاد قصير جوستومون وقت الكمامه لازم يتبدل في كل لحظه دخله وخارجه يتبدل. دونك كانت هذه اخبار تبع الجرة لليوم. تبع الجرة نرجع بعد شويه كالعاده مع وسام يعطينا اخبار الكورونا في العالم.